الرد المباشر على هذا العدوان مشروعاً ومبرراً، فهذا الكيان المارق لا يفهم سوى هذه اللغة، وليس من متابع إلا وهو يدرك أن لجوء هذا الكيان المرذول لهذه الخطوة الهوجاء نشأ عن شعوره بالصغار والفشل الذريع في حربه على أهل غزة الكرام الذين أذاقوه مرارة الهزيمة، ومرغ رجال المقاومة على طريق القدس أنفه في الوحل. ونحن على ثقة بالله تعالى أن هزيمته الشاملة والماحقة واندحاره من أرض الإسلام هو المآل الذي سينتهي إليه، فالدعم غير المحدود الذي يحظى به لن يستنقذه من هذا المصير البائس. تلك هي سنة الله تعالى في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.